السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جينا نحضروا وصفه الدجاج اللي كناكلو في كي اف سي، وحسن منه كيجي رائع 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 يا البنات. غادي تجربوه وغادي تقولوا لي. الدجاج ناخذ قطع الدجاج على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. انا خديت في خيضات وخديت حنا جوج الناس. غادي نديروه يتسلق في الماء. انا ديجا درت الماء فيه شويه تحميره، درت فيها اوراق سيدنا موسى، اليازير، شويه البزار وشويه تحميره، واللي كيبغي الحار يزيد شويه الهريسه. اللي عنده الدراري ما كيبغيوش ليه الهريسه. نديروه يتسلق ونرجعوا. ها انتما معايا، ودابا يا البنات من بعد ما تسلق الدجاج غنديرو في شي شبكة يستقطر وندوزو للمرحلة الثانية. ودابا يا البنات ملي درنا الدجاج ديالنا تسقطر، هاهو تسقطر كامل، غندوزو للمرحلة الثالثة. غادي ناخدو جوج بيضات على حسب كمية ديال الدجاج، تقدر ديري جوج ثلاثة على حسب شحال عندك. غناخدو جوج بيضات، غادي ناخدو شويه ديال، غنحتاج شويه تحميره، شويه الثوم بودره، شويه زعفر، شويه سكنجبير، شويه الزعتر، شويه البزار، واللي كيبغي الحار يدير يزيد شويه الهريسه. الثوم، سكنجبير، زعتر، شويه الكبسه، خلط كل شيء. غادي ناخدو قطعة الدجاج ونوضعو في هاد الخليط اللي درنا، هاهو نبللوها في الدقيق الأبيض. حنا درنا المقلة ديالنا، درنا فيها الزيت كتسخن، هي نحطوها في المقلة تكون سخنة الزيت مزيان. ندوز ناخدو قطعة واحدة أخرى نديروها في الخليط، نديرو دقيق أبيض، نديرو هنا في السلاو، ناخدو قطعة أخرى،
البنات حتى الجني وحاس كيجيو رائع، مقرملين مقرملين مقرملين، كيجيو ما تبعوش منهم مقرملين. نصوصهم هكا شويه من الدقيق، نديروهم ودابا يا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا، كيجي مقرمش ورائع رائع، ما نقولش لكم كيفاش داير. انتوا كيجي مقرمش وبالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وشجعوني، هذا اول فيديو غادي نديرو على القناه ديالي. صبحوا على خير.